من المجد ديالي لهذه العمله ما جبتش في هذ الاشخاص الا الخير الا الخير. نبدا بمدى محراتي لانه السيده اللي كنقدر تقدير كبير وكنسميها المراه الحديديه ديال هذه المؤسسه لانها تعمل في صمت وتعمل بكل رزانه وبكل تفاني. كانت مسؤوله على واحد المصلحه اللي هي جد مهمه اللي هي القلب النابض ديال المؤسسه وكذلك اللي كتعمل تحت الاشراف ديالها واحد الخليه اللي هي جد مهمه اللي كتاثر العمل ديالنا من الناحيه التقنيه. حقيقه هذه المراه هذه اعطت من وقتها وحياتها وحتى الجسد ديالها تضحيه للمصلحه ديال المؤسسه كامله. ونتمنى ليها الحقيقه هذه هي الحياه. هذا قطاع كنركبوا فيه جميع كنجيو كنصعدوا ليه وكنمشيو نسيروا الايقاع ديال العمل. كذلك السي الحالاتي رجل سلطه ميداني اللي عطى واحد كانت عندك عنده واحد البصمات كبيره على مستوى المدينه ككل وكذلك خلى واحد العلاقات طيبه مع الرؤساء ديالهم من الساده هما كاع اللي دازوا من هاد العمل هادي الا كيديو عليك الا الخير. وكذلك الساده الزملاء ديالك ديال السلطه اعوان السلطه الاداريين ما كيشوف الحالتي الا رجل الميدان ورجل العمل. كنتمنى لك عمر من بديل وكنتمنى الله يعوضك في وليداتك كذلك ما تستحق وما بغيتي تشوف في وليداتك. السي علي رجل مهام وجيش خفاء على مستوى قسم الشؤون العامه يعني ناقك له لك الاحترام يعني على اساس العمل اللي كتقوم به وما خليتي في الوسط ديال الزملاء ديالك لا على مستوى القسم ولا تحت الاشراف ديال السيد الرئيس السي عماد الرئيس ديالك ذو الاخلاق العاليه وكان دائما ما يثني عليك الا الخير. يعني سميتو ان اديتي الواجب ديالك احسن ما يرام. كنتمنى لك كذلك حياتك المستقبليه واكثر من ذلك اسميتو الحضور ديال هاد الناس ما حضروا الا من اجل المحبه ديالكم والاحترام ديالكم دوس واحد السنوات ديال العمل ديالي في هاد العماله اللي الحمد لله كان فيهم العمل كان فيهم الجد كان فيهم التواصل مع الزملاء ديالي الحمد لله دوس اون بون كارير تنحمد الله ونشكرو عليها وتنحمد الله ونشكرو على هاد النهار اللي كملت فيه العمل ديالي بخير وعلى خير ونطلب المسامحه من الناس كاملين اللي كانوا معايا في المصلحه ولا في العماله واللي خدمنا حنا وياهم. كنتمنى الله نشوفهم في واحد الظروف جيده ويرفع علينا ربي هذا الوباء ونكملوا المسار ديالنا في 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 ظروف جيده وفي هنا وفي معاملات طيبه والحمد لله. بديت المسار المهني ديالي لاول مره في القوات المسلحه الملكيه من بعد القوات المسلحه الملكيه التحقت بوزاره الداخليه خدمت في مصلحه المفتشيه ديال المواصلات من بعد التحقت باقليم طنطان اللي خدمت فيه حتى 86 من 86 التحقت بالعمل ديال بمسيك كرئيس قاعه ديال قاعه المواصلات من بعد 2012 تكلف العربة ديال العربة المجرورة وإخلاء الملك العمومي تنظيم الباعة الجائلين وتوجيه هذوك المتشردين للمركز ديال تطمن الليل كذلك المحاربة ديال الظاهرة ديال التسول خصوصا بالشوارع الرئيسية عند إشراف. الحمد لله ملي داز المسار المهني ديالي داز بخير وعلى خير وأنا فرحان وكنشكر السيد العامل كنوه بهم هذا المنبر اللي استدعانا باش كنشكروا رجال السلطه اللي كانوا تعاونوا معايا في النجاح ديال المهمه ديالي ورؤساء الدوائر الامنيه والافراد ديال القوات المساعده اللي كانوا كيحميوني بعد ما كنت ديك المهمه الصعبه واعوان السلطه كذلك والسلام عليكم.
واليوم تم تكريمين من طرف السيد العالي صاحب الجلالة، اللي هي مناسبة اللي كانت كنشكر على هذه الالتفاتة. والمسار ديالي تقريبا راه دوز واحد تقريبا 30 عام هادي وانا في الإدارة، متزوج أب لطفل، والحمد لله والشكر لله على هذا